السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع الضخم الذي تم الانطلاق فيه وتم يعني الانطلاقة الفعلية تاع جزء منه من طرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون من ولاية بشتندوف. إذن تم الانطلاقة، وهذا المشروع نتاع الطريق السكك الحديدية الغربي الطريق المنجمي انطلاقا من بشار باتجاه تندوف ثم منطقة غار جبيلات على امتداد 950 كيلومتر، هذا جزء من البرنامج الضخم الذي تم الاتفاق عليه مع الشريك الاستراتيجي اللي هو الصين، واللي تم يعني التوقيع على الحرف الأولى لهذا الاتفاق أثناء الزيارة تاع الرئيس تبون إلى الصين الشعبية. هذا الاتفاق يتضمن يعني مشروع نتاع 6000 كيلومتر سوف تنجز على مراحل في كل التراب الوطني وخاصة في المنطقة الجنوبية. وهذا المشروع تاع 6000 كيلومتر فيه 2000 كيلومتر خط شمال جنوب على الوسط بلاد، وكذلك فيه خط تاع 2000 كيلومتر من الجهة الغربية، وكذلك 2000 كيلومتر في الجهة الشرقية باتجاه بسكرة ومنطقة ولاية الواد. إذن هذا المشروع الضخم نتاع 6000 كيلومتر هو الثمرة نتاع الشراكة الجزائرية الصينية، والتدشين نتاع الأسبوع الماضي هذا في ولاية تندوف وجزء وانطلاقة للمشروع الفعلي. إذا في هذا المشروع الضخم اللي يعني عنده ديرو طومبي، عنده يعني فائدة كبيرة خاصة في الميدان الفلاحي اللي عندنا الحركة نتاع الزراعة في الجنوب هي مهمة جدا وكبيرة، وبقات بدات تزيد أكثر فأكثر، ويعني الطرق تاع السكك الحديدية ستساعد في نقل البضاعة إلى مناطق التصدير في الشمال، وكذلك إلى يعني مناطق البيع في المساحات نتاع التخزين. إذن فيه هذه الحركة متكاملة، والمشروع هذا نتاع خطط السكك الحديدية يدخل في إطار تقوية البنى التحتية لمساندة القطاع الزراعي وكذلك القطاع المنجمي والقطاعات الأخرى اللي سوف تستحدث على طول الخطوط تاع السكك الحديدية. هذه سوف يكون فيها أكيد مناطق صناعية ستزيد من القوة الاقتصادية للجزائر. إذن في هذا الإطار نخليكم تتابعوا هذا المشروع نتاع خط السكك الحديدية المنجمي الغربي للجزائر. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. السكة الحديدية أنا التزمت بها، ترسخ الوحدة الوطنية، ترسخ الوحدة الترابية، تسمح لنا باش ندخل بالاستثمار في أعمق أعماق الجزائر. أولويات سكتين، حوالي 280 كيلومتر باش نوصل الفوسفات من عنابة، وحوالي 800 كيلومتر باش نجيب الحديد من المنجم تاع كراج بيلة إلى وهران وعنابة وزيج. في سياق تعزيز البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية وتجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق منها بإطلاق مشاريع منشآت قاعدية كبرى مهيكلة من أجل تعزيز شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة خدمة للتنقل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إنجازات ضخمة وغير مسبوقة تمخضت سنة 2023 بدخول 710 كيلومتر من الخطوط العصرية للسكة الحديدية حيز الخدمة، مجهزة ب16 محطة للمسافرين و6 محطات للبضائع،
انضمت على إثرها 6 ولايات جديدة إلى الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ضمن خط الهضاب العليا والخط العابر للصحراء. كما شهدت هذه السنة أيضا إطلاق مشاريع كبرى كان عنوانها الأبرز مرافقة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير صناعة المنجمية شرقاً من خلال مشروع عصرانة وازدواجية الخط المنجمي عنابة تبسة بلاد الحدبة وغرباً. يشمل مخطط توسيع الشبكة الوطنية للسكات الحديدية رواقين رئيسيين. يمتد الرواق الأول على مسافة 2650 كيلومتر من وهران نحو بشار، ومنه باتجاه ابن عباس أدرار وبرج باج المختار أقصى الجنوب، ويلتقي بخط الجزائر العاصمة تمنراست في وسط الصحراء، حيث تتواصل الدراسات في المقطع الرابط بين بشار وأدرار والمقطع الذي يربط أدرار بتيميمون والميعة، على أن تنطلق الدراسات لتمديد الخط مستقبلا من أدرار نحو برج باج المختار. يربط الرواق الثاني المعروف بالخط المنجمي الغربي من إرزيو في وهران بمناجم الحديد بهار جبيلات على مسافة 2650 كيلومتر. هذا الخط الذي دخل مقطعه الرابط بين وهران وبشار حيز الخدمة سابقا يشهد حاليا أشغال تمديده على مسافة 950 كيلومتر نحو الجنوب انطلاقا من مدينة بشار نحو غار جبلات مرورا بالعبادلة حماجير تابلبالة حاسي خبي أم الحسل وتندوف. منذ الساعات الأولى لإعلان السلطات العمومية عن إطلاق المشروع الاستثماري الضخم لتثمين واستغلال مناجم الحديد والصلب بغار جبلات، بدأت عملية التحضير لتمديد الخط المنجمي الغربي على مسافة 950 كيلومتر، حيث أطلقت دراسات تصميم هذا الخط في ظرف وجيز لتنتهي المرحلة الأولى والثانية مقطعين بطول 375 كيلومتر من بشار إلى حدود الولاية مع ابن عباس على مسافة 200 كيلومتر، ومن تندوف باتجاه أم العسل مسافة 175 كيلومتر، بينما استلمت مؤخرا دراسات المقطع الأخير بطول 575 كيلومتر من النقطة الكيلومترية 200 باتجاه أم العسل مسافة 440 كيلومتر، ومن تندوف باتجاه غار جبلات بطول 135 كيلومتر. أسندت أشغال إنجاز المقطع الرابط بين بشار وحدود الولاية مع ابن عباس على مسافة 200 كيلومتر إلى تجمع مؤسسات عمومية رائدة تترأسه شركة كوسيدير للأشغال العمومية رفقة شركات OPTPLG وإنجوا سيغويست كوسيدير للمنشآت الفنية وأنفخغاي بأجال حددت ب30 شهر. خطة العمل التي سطرها هذا التجمع نصت على تقسيم 200 كيلومتر إلى 10 أجزاء بطول 20 كيلومتر تسير بها الأشغال بصفة متناسقة، إذ يعتبر كل جزء مشروعا في حد ذاته بإمكانيات مادية وبشرية تتلائم مع حجم وطبيعة الأشغال. بالموازاة مع تقدم الدراسات التنفيذية ووضع القواعد التقنية وقواعد الحياة، تنطلق أشغال فتح الرواق والتسطيح من حفر وردم، هذه الأخيرة التي تعتبر عملية دقيقة جدا بالعودة إلى الخصائص الجيومترية للقطارات التي لا تتحمل درجة ميل تزيد عن 4 بالألف وزاوية انحناء كبيرة جدا تسمح بسرعات عالية للقطارات. في الوقت نفسه تبدأ عملية نقل كمية الحصى ومختلف أتربة الردم التي تتشكل منها المنصة السفلية للمسار، بدءا بطبقة الشكل ثم الطبقة الأساسية تليها طبقتي الرص السفلية والعلوية. بينما تباشر الشركة المكلفة ببناء المنشآت الفنية البالغ عددها 32 وحدة بناء أعمدة الجسور في الموقع وتحضير الروافد والأجزاء الخرسانية على مستوى القواعد التقنية،
إشغال والمنصة الخرسانية والمعدنية التي تجري بالتزامن مع تقدم أشغال التسطيح مقسمة بين شركتين عموميتين تتوليان وضع العوارض الخرسانية والسكة. وتباشر الشركتان منذ بداية المشروع صناعة العوارض الخرسانية وإعداد طلبيات احتياجاتها من قضبان السكة. وربحا لمزيد من الوقت سيتم تدعيم الورشات بوحدتين لصناعة العوارض الخرسانية إضافة إلى وحدة لتلحيم قضبان السكة الحديدية ووضعها في الموقع. على مستوى هذا المقطع سيتكفل تجمع الشركات العمومية بحفر نفق بطول 1800 متر وبناء محطتين بكل من العبادلة وحماجير إضافة إلى عديد محطات التقاطع. نفس التخطيط والإجراءات تم اتباعها لإطلاق أشغال المقطع الثاني الذي يربط أم العسل بتندوف على مسافة 175 كيلومتر، حيث أسندت مهام الإنجاز إلى تجمع شركات عمومية تترأسه الشركة الوطنية للأشغال العمومية SNTP رفقة شركات GCB صغار سبتا إنفراغاي وإنفرافير بأجال حددت ب30 شهر كذلك. يتضمن مخطط الإنجاز نفس الأشغال والترتيبات في المقطع الأول، حيث قسمت الأشغال بين شركات الإنجاز الخمسة على 9 حصص: حصة فتح الرواق وأشغال التسطيح مقسمة بين شركتين عموميتين، حصة تشييد المنشآت الفنية البالغ عددها 12 وحدة من جسور السكة، ووحدتين من جسور الطرق تتكفل بها شركتان متخصصتان في هذا النوع من الأشغال. أشغال المنصة الخرسانية والمعدنية مقسمة بين شركتين عموميتين. بالتزامن مع ذلك تشرف شركة أخرى على بناء محطة أم العسل إضافة إلى محطتي تندوف للمسافرين والبضائع. فيما يخص أشغال المقطع الثالث البالغ طوله 575 كيلومتر والذي سلمت دراساته المفصلة مؤخرا ونظرا للخصائص التي يمتاز بها والذي يمتد لمسافة طويلة جدا في بيئة صحراوية ومعزولة، تم إسناد مهام الإنجاز إلى تجمع ضم شركة CRCC الصينية الرائدة عالميا في مجال إنجاز مشاريع السكة الحديدية في المناطق الوعرة. إذ تمتلك هذه الأخيرة إمكانيات تقنية هائلة ووسائل وآليات ضخمة خاصة بوضع السكة الحديدية في ظرف قياسي، بالإضافة إلى خبرتها الكبيرة في التعامل مع هذا النوع من المشاريع والتحكم في أشغاله المتعددة في بيئة مشابهة. تجمع الشركة الصينية CRCC بين مهام دراسة وإنجاز مشاريع البنية التحتية المتعددة كالطرق السريعة، مشاريع البناء الكبرى وخطوط السكة الحديدية. هذه الشركة الحاضرة في 136 بلد حول العالم، منها 40 بلدا إفريقي، تشغل أكثر من 350,000 عامل برأس مال وصل 22 إلى حدود 165 مليار دولار. على صعيد الإنجازات، استطاعت الشركة منذ نشأتها إنجاز 82,000 كيلومتر من البنية التحتية للسكة الحديدية، منها 24,000 كيلومتر من الجسور و 21,000 كيلومتر من الأنفاق. إنجازات ضخمة تضع الشركة الصينية في خانة كبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال بناء خطوط السكة الحديدية وشركة كوسيدار للأشغال العمومية. في سبيل تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي الضخم، ترتيبات كبيرة أعدتها الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية هي الأخرى بصفتها صاحب المشروع، تجسدت في استحداث مديرية للمشروع تعزز حضور إطاراتها على مستوى الورشات وتسمح لهم بالوقوف على تفاصيل الإنجاز ومرافقة المؤسسات المكلفة بذلك على مستوى المقاطع الثلاثة.
يساعدها في مهام المراقبة التقنية والمتابعة اليومية. تجمع لمكاتب دراسات وطنية تقوده مؤسسة الدراسات التقنية وهندسة السكة الحديدية سيتي غاي، رفقة مؤسسات الـNHC، سيدام، استيتيف وسايتي. بغية احترام الأجل المحددة ب30 شهر، كل الوسائل المادية اللازمة تم تعبئتها من معدات وآليات ومحاجر ومواد التسطيح والحصى وكذا نقاط التزويد بالمياه. أما على صعيد الوسائل البشرية فسيعتمد المشروع أساسا على اليد العاملة المحلية في المنطقة التي ستستفيد من فترات تكوينية مدروسة تؤهلها لتولي كل مناصب العمل المفتوحة في مختلف الورشات. أضخم مشروع للسكة الحديدية في تاريخ الجزائر يرافق مشروعا هو الأضخم على صعيد التوطين الصناعي المنجمي. استثمارات مهمة سيشكل فيها خط السكة الحديدية حلقة الربط الرئيسية في سلسلة إنتاج الحديد والصلب، بما يضمن نقل الإمدادات الضرورية لمختلف الصناعات الخفيفة منها والثقيلة. هذه الاستراتيجية التي جاءت بها المقاربة الجديدة وخصت بها منطقة الجنوب الغربي كقطب صناعي جديد بدأت اليوم تلقي بظلالها التنموية اقتصاديا واجتماعيا على المنطقة، لتمتد آثارها مستقبلا إلى باقي أنحاء الوطن. توجه يؤكد عزم السلطات العمومية على المضي قدما في تنويع مقومات الاقتصاد الوطني ويؤسس لريادة إقليمية ودولية للجزائر، كما يتمم التزامات السيد رئيس الجمهورية في شقها المتعلق بتعزيز التنقل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لتتواصل بذلك ثورة تشييد وبناء جزائر العهد الجديد من أجل غد أفضل.